أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في موقع جديد في إشارة جديدة، يعني والكل بيحكي فيها، يعني مش حدا معين، يعني بيجي بيقول لك والله كلهم بيحكوا في نفس الرمزية، بيحكوا في نفس الإشارة، وإنه على إيش بتدل وعلى إيش بتودي وعلى إيش مش عارف إيش. تمام، طبعا مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس يا إخوان، لا تنسونا من اللايكات، إحنا بنحب نلم لايكاتنا قبل ما نبلش. تمام، الآن راح نحكي عن منطقة مدافن برمزية واحدة فقط، بإشارة واحدة، لكن ممكن يكون في إشارات ثانية، لكن هاي الإشارة اللي لقيناها بتدل على الشغل كامل. تمام، لكن المنطقة هون يعني ممكن لما أجوا حطوا الإشارة هاي أجوا حطوها بطريقة خلينا نحكي تمويهية، لكن هي مش تمويهية، لكن هم أجوا حطوها بطريقة تمويهية على أساس ما يبين القصص والسواليف كلها. تمام، يعني هم بدهم يخفوا الموضوع هذا، فحطوا إشارة بسيطة جدا، ماشي، وتحليلها إن شاء الله نكون بسيط جدا. إحنا طبعا فحصنا هالمنطقة وعارفين كل الأهداف اللي موجودة وعارفين إحنا وين رايحين وشو شغلنا بالضبط، يعني إحنا قبل ما نوصل للإشارة بنكون خلصنا فحص في المنطقة وخلصنا كل شغلنا. تمام، والأمور طيبة. تمام، ضيف اليوم أبو جميل. طبعا كيف حالك يا أبو جميل، شو أخبارك؟ أهلا أبو محمد. هلا وسهلا فيك أبو جميل. طبعا من المتابعين اللي بيحبوا هاي القناة وبيحبوا إنهم يعطونا لايكات كمان. تمام، ماشي، الله يسعدك. ومن الناس اللي تعلموا على هاي القناة وبيحاولوا إنهم يتعلموا كمان على الإشارة على أساس يفهموا شو منطق الإشارة وكيف تنشغل وشو الطريقة الصحيحة والسهلة إن نشتغل الإشارة ونتعلم عليها. تمام، اليوم إخوان راح أخذ رمزية بسيطة، ماشي، اللي هي هاي الإشارة شايفينها، نعطيكم دقيقتين، ماشي، تحكوا لنا هاي الإشارة على شو تعني. تمام، هاي راح أصور لكم إياها على البطيء، أعطونا بالتعليقات يا أخوان، إحنا بننزلها دائما بث مباشر بسيط، ماشي، أعطونا بالتعليقات على إيش بتعني وإيش الدلالة تبعتها. هاي يعني إحنا عارفين إيش هي، بس زيقت يا أخوان ما بستنى فيكم، يلا خلصوها. تمام، نصورها من مكان ثاني. لا هاي يا اخوان، يلا قربت تخلص الدقيقتين. زهقت وانا بستنى يا اخوان، والله انتوا بتقولوا لي اسكت، بعرف والله عارف انكم بتقولوا لي اسكت خلينا نعرف نتبع، ماشي، وانا عارف شو بتحكوا في مخكم، بتقولوا لي اسكت خلينا نتبع هالاشاره نفهم شو قصتها، بس انا مش قادر اسكت يا اخوان، ما بعرفش اسكت. ابو وحيد صار يعرف. ابو وحيد عارف شو قصتها الاشاره. تمام، هاي طيب بدي اسكت، بدي اسكت 30 ثانيه. يا اخوان مش قادر اسكت، خلاص زقت، انا بحب احكي، بحبش اضلني ساكت. تمام، خلينا نقول لكم شو الاشاره هاي وشو الرمزيه اللي بتدل عليها. طبعا عندي هون الإشارة اللي هي اللي عليها الجدال، لكل الخبراء بيجادلوا فيها وبيحكوا فيها وبيحكوا إنه هاي الإشارة تمام مش صحيحة أو إنها بتدلش على هالحكي اللي إحنا بنحكيه، لكن نرجع لهم كمان مرة بنقولهم لا، هاي الإشارة بتدل على كذا وكذا وكذا. تمام، عندي إشارة المثلث يا إخوان. تمام، خليني ارسم لكم المثلث اللي بيحكوا عنه مثلث جنائزي، ماشي، لكن فيش شيء اسمه مثلث جنائزي، في مثلث دلاله على مقبره. تمام، مثلث بدل على مقبره. دقيقه خليني اطلع الخوصه، دقيقه، غيرنا الموس يا اخوانا، جبنا مشرط، تذكروا المشرط هذا اللي سوينا فيه التطعيم تبع السياخ. تمام، عندي المثلث هذا الموجود، الان تكمله المثلث كالاتي يا اخوان، هاي هيك وهذا هيك وهذا هيك وهذا هيك، هذا هو المثلث يا اخوان، هاي تكملته من هون، هذا شيء مبينه ولا مش مبينه والله ما بعرف، ماشي، عندي مثلث. الان اذا كان توجيه المثلث للاسفل، يعني هذا عندي مثلث، اذا كان توجيه المثلث للاسفل فاتجاهي للاسفل نفس المكان. تمام، اذا كان توجيه المثلث جنب، تمام، فهو اتجاهي للجانب لكن ممكن يكون قريب وممكن يكون بعيد. طيب
هسه راح نحكي عن هذا المثلث. الان توجيه المثلث هذا يا اخوان، خليكم معي ثواني. تمام يا اخوان، توجيه المثلث عندي جانبي من هون ماشي. اذا التوجيه اعطاني جنب المثلث، لكن شو سوى فيه؟ شو سوى فيه اللي حط الاشاره؟ سكرها من هاي الجهه. تمام، سكرها من هاي الجهه واعطاني رمزيه مثلث مفتوح من هون، يعني حتى في مثلث ثاني مفتوح من هاي المنطقه. تمام، اذا عكسني واعطاني توجيه عكسي، حط لي بصمه في النص هيها، بس اعطاني توجيه عكسي. الان شو سوى؟ شغله بسيطه يا اخوان، غيرت كل المبادئ وغيرت كل التفصيلات تبعت المثلث وعكست الشغل كامل من اوله لاخره. ماشي، شو سوى؟ نسكر معي المثلث من هون، لكن هو مفتوح اصلا يعني، لكن سكر معي المثلث من هون، لكن شو جاي سوى هون؟ اعطاني انبساط بسيط هون، شايفين هاي بسطه بسيطه هون، واعطاني توجيه للمثلث. ماشي، اذا اعطاني بسطه هيك صغيره او شحطه او ايش بسموها، زي ما بسوي سموها. ماشي، واعطاني توجيه للمثلث الثاني، يعني صار في عندي توجيه للمثلث، لكن هذا منبسط، هون سكر، هون ما في تكمله، هون ما كمل، لكن هون سكر، هون فتح كمل. طيب لو اجينا على هاي الاشاره، طبعا احنا فحصناها، قلت لكم فحصناها وبنعرف ايش المبدا وايش على ايش شغالين هم باقيين. تمام، وقفنا على الاشاره نفسها واخذنا الاتجاه هذا. تمام، عندي ثلاث مدافن انا طلع بالنسبه لفحصي. تمام، طلع عندي ثلاث مدافن، ثلاث نقاط. شوف الشجره هاي اللي هناك، شايفينها؟ خلينا نقرب الصوره، هاي الشجره اللي هون. تمام، من الشجره للمثلث اللي انا عليه في هاي المنطقة يا اخوان، هيها. تمام، بهذا لعند الشجرة هيها، خليني اورجيكم اياها، هيها الشجرة. ماشي، نرجع الصورة زي ما كانت. ماشي، لعند الشجرة هاي شو صار معي؟ صار في عندي هدف هون وهدف هون وهدف في المنطقة هاي، الآن كلهم على خط واحد. ماشي، شو سوى عندي هذا المثلث؟ قال لي يا حوراني المدافن الموجودة هي على الخط هذا. تمام، لان انا اخذتها من فوق من هناك، اصلا اخذت الاشارات من البدايه قبل ما ابلش، اعطتني ثلاث نقاط ماشي عشان اشتغل عليها على الاسياخ، اعطتني تردد يعني ثلاث نقاط على الاسياخ، لان لما نزلت زقزاق ماشي اعطتني هيك، بعدين ودتني على نقطه هون، بعدين جيت من هاي النقطه طلعت لفوق شوي اخذت الزقزاق تبعها هيك، اعطتني نقطه هون، بعدين طلعت لفوق بعدين اعطتني نقطه هون، ثلاث نقاط يا اخوان على نفس الخط. لما جيت مشيت على الخط نفسه على اساس اعرف افهم شو القصه، يعني ليش هذول موجودات على نفس الخط. حلو حلو، ليش موجودات على نفس الخط؟ تمام، طلع عندي هاي الاشاره. تمام، وضحت كيف؟ يعني بلشت انا في الزقزاق، بلشت من فوق من هناك، اخذت الزقزاق، وصلت عندي اول نقطه، ثاني نقطه، ثالث نقطه على نفس الخط، وانا ماخذهم اصلا اشاره التردد ماخذه من البدايه، يعني قبل ما ابلش انا بعرف انه في ثلاث نقاط. ماشي، الان هو قال كم مغاره، كم مغارة من هون من المثلثات للشجرة هذيك، كم من مغارة موجودة أو كم من مدفن موجود ما بعرف، لكن أنا بحثت عن التكنيز وهذا اللي بيهمنا في الموضوع، نبحث عن التكنيز. فأخذت ثلاث مغر موجودة في المنطقة، ثلاث مغر فيها معدن الذهب. ماشي، الآن على نفس الخط لقيتها، الآن في توجيه بسيط حكينا عنه، لكن هو مسكر إذا جنبه يعني مش بعيد عنه، راح يكون في هاي المنطقة اللي هون، يعني في عندي كمان مدفن بسيط هون موجود، لكن هون ما في معدن، المعدن كله بهذا الاتجاه. طيب لو رحنا باتجاه اللي اعطانا اياه، ماشي، هي راح اخذ سيخ المعدن معي، هي سيخ الفراغ خليهم معي. تمام، خليكم معي، خلينا نظبط الامور. طيب يا اخوان هسه راح امشي بنفس الاتجاه. هاي ابو جميل وقف على الصخره والله من عندك، من على الاشاره، هاي الاشاره يا اخوان، هاي ابو جميل، هاي. تمام، كيفك ابو جميل؟ شو اخبارك؟ تمام، هي واقف على الاشاره يا اخوان. هسه شو بدنا نسوي؟ بدنا نمشي مع ابو جميل الطريق كلها. طبعا انا حددت نقاط صفر، لكن بدي اورجيكم ايش الاشارات الموجوده. تمام، مشيت مع الخط نفسه. تمام، اخذ معي سيخين بس، سيخ الفراغ وسيخ المعدن، عشان احدد فراغ واحدد معدن الى اخره. تمام، الان نفس هسه انا على خط مستقيم ماشي، كان في شوية شوك، معلش عشانكو، بنتشوك عشانكو. ماشي، أعطاني هون يا إخوان
أعطاني هون أول بوابة، تمام، في هاي المنطقة. طبعا المعدن عندي هون في النقطة هاي، لكن أعطاني أول بوابة. إشارة اللجف اللي عليها حقيقية جدا هي، تمام، هاي كلياتها هاي قشرة طينة حكمة، تمام. هاي أول إشارة لجف أعطتني إياها، جيت فحصتها معدن، طلعت معي فيها معدن وفيها فراغ. طيب راح أكمل من عند إشارة اللجف هاي بنفس الخط المستقيم اللي اشتغلنا عليه، تمام. طبعا هون جينا حكينا احنا الخلوند هذا بيكون نازل على الفراغ اصلا، يعني لازم يكون في فراغ تحتيها، لانه هو بيكون نازل على الفراغ ومنظف شوي من الفراغ عشان يسكن، يكون ساكن جوا يا اخوان، تمام. خلينا نمشي بالخط نفسه. شغل الميداني خطير يا اخوان، مش زي الفيديوهات يعني والامور هاي. شغل الميداني يعني لازم يكون يا صح يا اما صح، ما بزبطش اي شيء ثالث، يعني يا صح يا صح، لانه اذا اخطئت بالشغل الميداني بيقولوا لك تعال يا عم احنا حفرنا زي ما حكيت انه ما طلعش معنا شيء، شو بدك تسوي؟ تجي تقول لهم والله ارزاق طلع شيء لقينا. لسه احنا نفس الخط يا اخوان، نفس الخط، طلعوا المثلث الكبير هذا شايفينه، اعطاني توجيه نفس التوجيه اللي اعطاني هناك مع البسطه تبعته، ماشي، لكن رجعني لنفس الطريق، رجعني ماشي، هاي البصمة هاي وهي التوجيه تبعه، رجعني لنفس الطريق يا اخوان، تمام. مثلث كبير، عمرك شفته هذا؟ لا. ايوه تمام. وهاي ها عشان يبين معنا نهاية المثلث وينها، هاي هاي لا تأشير انه اكم نقطة فيه، يعني اكم نقطة، نقطة نقطتين ثلاثة اربعة، ايش هو؟ لا 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 خلاص هو واضح، يعني هاي النقطة، هاي نهاية المثلث، هذا هو المثلث يا اخوان، تمام. ولسه احنا ماشيين في نفس الخط، والله يا اخوان لسه في نفس الخط، صح يا ابو جميل؟ خلاص في نفس الخط، يعني ما غيرنا الخط اللي احنا ماشيين عليه. طيب نكمل، مش انا اللي حطيت الاشارات هاي يا اخوان، والله العظيم ما هو انا، قسما بالله وحياة امي، حياة امي والمي اللي في دمي، تمام. والنقطة الثانية وين راحت أبو جميل؟ وين راحت؟ ضيعت أنا النقطة الثانية يا إخوان. النقطة الثانية وين؟ هون؟ هاي النقطة الثانية اللي هناك صح؟ طيب هيك لسه احنا هيك ماشيين صح؟ طيب خلينا ناخذ النقطة الثالثة بعدين نرجع للنقطة الثانية، النقطة الثانية في عليها إشارات مهمة، تمام. هاي الشجرة يا إخوان، خلينا نكمل النقطة الأولى بعدين نرجع هذيك نشوفها، لأن عدينا عنها، ماشي. هاي النقطة الأولى يا إخوان، هاي راح أفحصها قدامكم هسه على معدن وعلى فراغ، تمام. هون عندي النقطة أنا، هون في المكان هذا، تمام، في هذا المكان. طيب من استسمح ابو جميل بنقول له خذ هالكاميرا وصور عشان تضبط الامور، تمام يا اخوان. ان شاء الله انه يكون الصوت طالع، راح اعلي صوت شوي ان شاء الله انه يكون الصوت طالع، لكن الكاميرا بعيده، قرب لك شوي ابو جميل شوي، تمام. ان شاء الله نطلع الصوت وان شاء الله الامور واضحه. طيب الان برجع بقول مره ثانيه، طبعا اكست معي زقزاق واشتغلت عليها زقزاق ووصلت معي للنقطه هاي. الان هاي نقطه المعدن، انت اشوف وين اخرها، ودائما احنا بناخذ البوابه من الاسفل، ما بناخذها من الاعلى، يعني فيش بوابه تيجي عندك من الاعلى، كله بيجي من الاسفل، تمام. على سيخ الفراغ يا اخوان، بمسك سيخ الفراغ واقول بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي، باجي بلاقي نهايتها هيها هون، انتهت هون. كيف انتهت هون؟ خلاص معناته عندي الشغل هو في المنطقه هاي، تمام. الان بعتمد شغله ثانيه، مثلا من عند النهايه، من عند البوابه بروح بالاتجاه هذا، بدي اشوف لوين بتوصلنا. يلا يا ابو جميل، تمام. وانا كبيره يعني فيها تقريبا 10 ونص، تقريبا 10 ونص، لا سكرت معي في هذا المكان، تقريبا فيها 10 ونص. العرض احنا كنا ماخذينه من هاي النقطه، من هاي النقطه تقريبا فيها 8 ونص، اذا شيء جاي بشكل مستطيل، ماشي. فعشان هيك اعتمدنا انه هو هذا مدفن، تمام، مش مغارة، اعتمدنا شكل مدفن. طيب راح اخذ المعدن هسه سريع، ماشي،
الزقزاق بتعرفوه، احنا اخذنا زقزاق من راس الجبل من فوق لحد ما وصلنا هون، لكن راح اخذ الزقزاق بشكل سريع عشان تعرفوا انتم الوضع شو هو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نقرب الجميع شوي خلي يبين الاسياخ. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم، راح ناخذ الزقزاق باي طريقه كانت. هاي اعطتني مثلا توجيه، رحت مع التوجيه هذا، تمام، رجعتني وين بهالاتجاه هذا، انا نفس النقطه، يعني انا هسه فوق الفراغ يا اخوان. تمام، اذا رجعتني هون، شايفين وين رجعتني؟ عند الصخره هاي. ماشي، شو باجي بسوي؟ طبعا بطل في مسافه اني امشيها. هسه لو بدي ارجع عن الصخره، لو بدي ارجع عن الصخره شو راح يعمل معي السيخ؟ تمام، راح يرجعني. ماشي، يعني صار لو الف كيف ما الف راح يرجعني لنفس النقطه. اذا نقطتي نقطه صفر هون، باجي بربع النقطه. تمام، باجي بربع النقطه، هاي اول خطوه، هاي الخطوه الثانيه. تمام، هاي عندي الخطوه الثالثه. ماشي، هاي الخطوه الرابعه. ماشي، ربعت معي في نفس النقطه هاي، اكدت وجود المعدن. ماشي، نهيت الشغل على هاي النقطه، يعني هاي النقطه خلاص بالنسبه لي هيك انتهى. ماشي، اكدتها اول شيء اشاره، بعدين اكدتها فراغ، بعدين اكدتها معدن، اذا النقطه هاي انتهت. خليكم معانا هيك مسؤول، خليكم معانا. تمام يا اخوان، هاي لسه احنا بنفس النقطه. اذا البوابه عندي من المنطقه هاي، لكن لقدام شويه في قص صخري بيكون، بنزلوا من عنده وبخشوا على الفراغ. طيب، راح نرجع لنفس النقطه اللي صورنا عندها، ناخذ قزازه المي، يلا نرجع لنفس النقطه اللي اشتغلنا عندها. ماشي، جاب لنا شاي ابو جميل، قهوه نصور هاي ولا نرجع؟ هاي قهوه يا اخوان، وين قهوه؟ تمام، احلى فنجان قهوه يا اخوان في الصحراء. خليها، لو خليتها هناك زي ما قلت للواد خليها هناك. طيب، راح نروح للنقطة الوسطانية اللي أبعدنا عنها. طبعا مش كورونا يا اخوان، اسمع الغبرة، مع الغبرة مش كورونا، وحياة الله ما هي كورونا. تمام، هاي النقطة اللي احنا جايين عليها، طبعا نفس الخط، يعني لسه احنا نفس الخط، يعني هاي الشجرة هناك واحنا نفس الخط يعني رايحين. تمام، هاي النقطة اللي بعديها. الآن في عندي تشكيل مغارة، في عندي تشكيل مغارة على الفحص اللي عندنا، طلع في عندنا الدفين في المنطقة هاي هون. ماشي، خلينا نحكي التكنيز في المنطقة هاي، على إشارة المغارة أعطتنا نفس العملية، لكن المغارة مش بس منطقة الدفين، المغارة جاي بالمكان هذا هيك بالشكل هذا لحد ما توصل لعند مكان البوابة. هون لما جينا فحصنا عشان نتأكد هذول الصخور هم بوابة ولا هي منطقة النزول ولا لا. تمام، خليها عادي مش مشكلة. تمام، هاي الحجرين هذول هون، بروح باتجاههم بالسيخ، سيخ الفراغ يا اخوان، عشان اعرف البوابه وين هي. اذا الحجرين هذولا هي هون البوابه، الحجرين هذولا بنشالوا وبتنزلوا من هاي المنطقه، بتنزلوا ثلاث ثلاث ونص. ماشي، بعدين بتلجفوا باتجاه الفراغ اللي موجود، كبير الفراغ. تمام، يعني شو استفدنا من هاي الحلقه؟ ماشي، وشو استفدنا من العمليه كلها؟ وعلى ايش الدلاله اللي عندنا وشو الوضع اللي عندنا؟ استفدنا انه ممكن اشاره تكون، روح اشاره تكون اصلا ضعيفه، اشاره ضعيفه لكن دلالتها قويه. تمام، مش كل اشاره لازم تكون راس قرد وجمل ومش عارف ايش وقصص سواليف. ماشي، مش كل الاشارات هيك يا اخوان، في اشارات ضعيفه جدا لكن دلالتها قويه. تمام، يعني هسه بنمشي هون على سبيل المثال، هاي لو اعطيناها لصاحبنا كان قال لك راس تمساح، هسه بجي كان قال لك راس تمساح. ايوه، تمام، انف واذن وحنجره، كان قال لكم هاي انف اذن حنجره، تبعون الاطباء هذول. ماشي، فاحنا حكينا انه مش كل اشاره ضعيفه دلالتها ضعيفه، مش كل اشاره قويه دلالتها قويه. ممكن تكون قوية الإشارة زي راس نسر أو نسر كامل، تمام، لكن يكون في المنطقة فيش تكنيز. تمام، طبعا منطقة تجميع مياه هاي،
هاي منطقة تجميع مياه سيالات نازلة، منطقة تجميع مياه والله. نفس في بير هون، طبعا في منطقة ثانية موجودة لفوق نفس الشيء تجميعية، ماشي. في بير عندي في المنطقة هاي، في المنطقة هون في بير، هو هذا البير اللي بجمعوا له المي. هذا طبعا ليش بجمعوا المي؟ خلينا نعتبرها سلافة. طبعا في عندي سيل هيو تحت، شايفين السيل هيو هناك. الآن هذا السيل بالصيف هاي زي ما انتم شايفينه ناشف، تمام. فعشان ما يغيروا المنطقة بروحوا بيعملوا الآبار في مناطق زي هيك عالية شوي، وبجمعوا مية المطر اللي اجت بالشتاء كلها بجمعوها وين؟ في الأبيار الموجودة. طبعا لو نرجع 3000 سنة لورا، نرجع 3000 سنة لورا على المنطقة هاي اللي احنا فيها هسه، تمسك هذا شوي، على المنطقة اللي احنا فيها هسه يا اخوان، بنلاقي مثلا على سبيل المثال لو تخيلنا المنطقة راح تكون منطقة تخلو من الأحجار والأتربة هاي اللي موجودة، هاي بتكون كلها مش موجودة يا اخوان، تمام. الان مع الزمن ومع الشغل يعني حفريات هي مثلا الشارع اللي هناك حطوا الطمم تبعه هون، ثلاث ارباع الاحجار اللي نزلت تحت هي احجار متحركه، ماشي، ما لها اي دلاله وفي عليها اشارات، المشكله اشاراتها بتكون فوق هي اصلا، لكن واقعه كلها هون. ما كان في اتربه، اجى مثلا واحد حرث الارض من هون، نظف الارض، زت الاحجار وين هون، سوى فيها رجم احجار من هناك، واحد اجى عمل كذا، واحد اجى عمل كذا. الان على مدى 3000 سنه تغيرت المنطقة، تمام، تغير الوضع كله. وأيام زمان كانت طبقة الأوزون ما شاء الله عليها أمورها تمام، يعني إحنا هنا مثلا في الأردن كانت هاي المنطقة عبارة عن يعني طول الشتاء بتكون ثلوج، تمام، يعني بتجمع مي كثير. هاي المناطق إحنا في الأردن كانت خلينا نحكي قبل 1000 سنة، إن شاء الله طبعا بعرفش كيف كانت بالضبط، لكن توقعات إنه قبل 1000 سنة كانت منطقة ثلوج، ماشي، يعني زي جبال لبنان العالية. طب لبنان جبالها العالية كلها ثلوج، ليش مش المناطق قبل 1000 سنة نفس لبنان كلها كانت ثلوج؟ تمام، الثلوج الكويس فيها انها بتحفظ المية مدة زمنية اطول، يعني عبين ما يذوب الثلج ببين اللي تحته، تمام، وبنزل المية باتجاه الابيار اللي كانوا يعملوها، ماشي. فكانت منطقة مياه اكثر من هسه، بس لما كان يجي الصيف، الصيف حامي هون شوي، ماشي، يعني احنا حامي بالنسبة للكويت، هيك احنا مشغلين كونديشن ولا لا؟ بالنسبة للكويت والسعودية هيك مشغلين كونديشن، صح؟ درجة الحرارة تقريبا 26 27، احنا بالنسبة لنا حامية يا اخوان، لكن في الكويت في السعودية كأنهم مشغلين كونديشن وقاعدين عبوزوا. ها 40 هسه احنا اليوم 40؟ عندهم هناك 40، اه 45، ماشي، هيك مشغلين كونديشن هسه، هيك بيطلعوا رحلة. فيش الا 4 شهور هم اللي بيطلعوا عن المكيف. وضحت يا اخوان؟ فاحنا منطقتنا هيك، مناطقنا احنا هيك بلاد الشام، فكانت كلها ميه، كانت كلها سيول ميه، نبعات، يعني منطقه بتلاقوها زي هيك بتلاقوا فيها 30 40 نبعه، ماشي، يعني كانت كان خير ايام زمان، كان خير، ماشي، قبل 1000 سنه. بتذكر رحمه جدي قبل 1000 سنه، مش جدي هذا، جد 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 جدي قبل 1000 سنه كان يحكي لنا عن المنطقه هاي انه فيها مي. انا داري يا اخوان، شفتوا بتورطونا في الحكي، لا تورطونا في الحكي يا اخوان. تمام يا اخوان، فهي هي السلافه تبعت الابيار، وهي هي تبعت السلافه تبعت، بدناش اشرب قهوه من الاول، قلت لك بدناش كب القهوه يا اخوان، قلت لك من الاول يا ابو جميل بدناش اشرب قهوه، بدناش يا زلمه، ميتنا معانا، بدناش غير المي، كب القهوه وخرب الدنيا. طلع يا اخوان، ها طلعوا القهوه كيف نازله، بعد لي هاي المي، امسك المي، طلعوا القهوه كيف نازله، طلعوا، بنقول لكم تجميع مياه، ما بتقولوا لنا لا، تجميع، منطقة تجميع مياه، المي اللي بتيجي هون بدها تنزل سيالاتها كلها راح تنزل على المنطقة اللي تحت، تجميع مي عشان البير، سبحان الله، القهوة انكبت عشان تصديقا لهذا الكلام يا اخوان، تمام. فهي القصة تبعت المناطق اللي احنا فيها، تمام. نشكركم يا اخوان على المتابعة اليوم، في إشارة بسيطة لكن دلالتها أعظم، ماشي، وأكثر من إشارة قوية جدا، يعني بتدلنا على مدافن وعلى شغل، وبالطريق نفسه شفنا مثلث كمان، والمثلث بدلنا على الشغل الثاني. شكرا لكم للمتابعة، ولا تنسونا من اللايكات، وهي أبو جميل بسلم على الجميع، حياك الله أبو جميل، تمام، وشكرا لكم جميعا للمتابعة، وأهلا وسهلا فيكم.